السلام عليكم اخوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. واليوم اختكم مريم جاتكم فيديو فايته داريه لكم في القناه مره واحده، وطلبته مني خالتي مسكينه اللي جات من اسبانيا، وبغيت نديرو لها وما نخصلاش الخاطره بحال الوالده ديالي، وتستاهل كل خير. وانتم معايا اخوتي المشاهدين، هي ثلاثه الكيسان ديال السميده، كاس ديال الطحين رطب، الخميرة سنيدة الملحة، غندير ثلاثة د الكيسان ديال الماء، والكاس الرابع نبقى تنخلط وكندير. نتمنى من المشاهدين ديالي العزاز الغالي اللي قبلوا علينا، وكنتو كتسولوا فينا في الكومنتيرات انا والوالده كنا مرادين وصافي، سمحوا لينا اخوتي المشاهدين. وحنا دابا جينا نبقاو نديرو لكم فيديوهات. وانتم معايا اخوتي المشاهدين، اخوتي المشاهدين ندير الخميره هي التاليه، نتمنى من المشاهدين العزاز الغاليين يقبلوا عليا وخيرهم في دارهم، وكنت انا خفيفة على قلوبهم. وانتم معايا اخوتي المشاهدين تنطحنها، اخوتي المشاهدين غادي نطحنها، نتوما عارفين المونينكس فيها الصداع وغادي نطلقها. المهم اخوتي المشاهدين، نتمنى منكم اللي ما دخلش عندنا القناة ابونا وبارطاجي، الله يجعل ربي يسهل عليكم. واللي مابوني عندنا يبارطاجي العائلة ديالو الصحاب ديالو، عاونونا وطلعوا لنا القناة، الله يجعل ربي يعاونكم ويشوف من حالكم يا ربي، شكرا. وانتم معايا اخوتي المشاهدين، ودابا اخوتي المشاهدين انا طحنتهم، نتمنى منكم تقبلوا عليا ونكون خفيفة على قلوبكم. وانتم معايا اخوتي المشاهدين حتى نبدا نخبز. وانتم اخوتي المشاهدين دابا انا طحنتها، نتمنى منكم تقبلوا عليا ونكون خفيفة على قلوبكم، وتحبوني كي كتحبوا الوالدة. ونتمنى منكم تدخلوا عندنا القناة وديروا جيم وابوني وتبارطاجيو القناة ديالنا، الله يجعل ربي يسهل عليكم. وانتم نتمنى منكم تجي زوينة وصافي. انتم معايا اخوتي المشاهدين حتى نخبزها. دابا اخوتي المشاهدين انا كنخبز، نتمنى من الله تجيني زينة بغرير. وهاي اخوتي المشاهدين دابا هي طابت، وانتم راني خابزه وريم اخويا خالد. دابا اخوتي المشاهدين هي طابت، وانتم هي مريم راه سخونه، مش راه ما عرفتش لكم جاد هشيش اخوتي المشاهدين. لا ماشي هشيش. السلام عليكم اخوتي المشاهدين الاعزاء الغاليين، كيف قيسو؟ كيف وليداتكم؟ كيف عز عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير، وتكونوا في صحه جيده يا ربي. ودابا خصكم مريم راه تدير بغرير، راه طلبتو منها خالتها، وكنا تنقول لكم واخا طلبت مني بغرير نديرو لها، ولكن اخوتي المشاهدين راه ظلام من الحال ما بقاش كنسكر طول العشاء، راه ما لقات اخوتي دي صورها، وراه ولد خاله صغيره جا صورها مسكين، الله يعطيه النجاح والله يخلي لكم حتى نتوما وليداتكم، الله ينجحهم حتى هما، راه مسكين حتى هو تيعافر راه تيصورها وتقبلوا عليه التصوير ديالو. ودابا اخوتي المشاهدين كتسقسيو عليا تقولي اختي غيبتي علينا انت ومريم، ما غيبناش عليكم اخوتي المشاهدين، غير المرض اللي دارها. وطيو معنا اخوتي المشاهدين يشافيني ويشافي بنيتي، الله يجعل ربي يشافي كل مريض. وشكرا لكم على الكومونتيرات الزوينين، وعلى تتسقسيو عليا تتعيطوا لي وتعيطوا تفرحوني، انتم حبابي وانتم عائلتي. احنا قلنا اخوتي المشاهدين الفيديو ونتمنىكم تطلعوه لنا وتفرحوا لنا، ونتمنى هذا الفيديو هذا تشجعوا مريم، شجعوها وبارطاجيو عندها ودخلوا وشاركوا معها في المشاهده ديالها وفرحوها، الله يجعل ربي يفرحكم دنيا واخره، الله يستركم ويخليكم وليداتكم، الله يحفظكم. وشكرا لكم اخوتي. ودابا انا غادي نسبق عند الوالده ونقول لهم وجدتكم بزاف، عاودتي انا وياك المهم نقول لهم وجدتكم بزاف، هو يجيو انت وولد خالك عاودتي انا وياك المهم، واخا حبيبه اللي بغيتيها. وشكرا لكم اخوتي، شكرا لكم بزاف ودرجه الوالد. كي دايره الوالد؟ السلام عليكم.
ما تصور قلت لك. السلام عليكم المشاهدين، كي داير الحال؟ لاباس؟ انتم بخير؟ صحتكم لاباس؟ احبكم في الله. غيبنا عليكم شي شويه. تحيه للاحباب، تحيه للاصدقاء ديالنا، تحيه خوتنا المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، خوتنا الجزائر داخل الوطن وخارج الوطن، خوتنا الشعوب العربيه كل الدول العربيه، تحيه لكم. واليوم لاله مريم وقيله كتوجد لنا حطيطه. فاتها ماشي غير حنا اللي كدينا. والله جات عندي شي هديه اللي جات عندي خالتي هذيك النهار، راكم شفتوها معايا في الفيديو، قالت لي اخت بنت اختي واخا كريت بغرير عمري ما كريت بحال بغرير بنتك. قلت لها خالتي والله عمري ما علمتها ولا قلت لها كديري لا ولا وريتها. دعوا لنا معاها، دعوا لنا معاها بالشفاء، دعوا لنا معاها بالصحه ان شاء الله، دعوا لنا معاها بالنجاح ان شاء الله عز وجل يا رب العالمين. شفيها وشفي ام سلمى كامله وخلي لكم وليداتكم، الله ينصرهم لكم، الله يعطيهم النجاح، الله يكون منهم. شي بوسه. ها هي الله يرضى عليك. والحاجه حتى هي ربي يخليها لك. يخليك هذيك اليوم دور ديال صافي. الله يخليها لرب العالمين. شكرا معكم وخاصة المشاهدين، كل شيء اللي درنا نشاركوها معكم. والله عمرها ما علمت اخوتي المشاهدين، راه كي قال هذا الا بغيتي البنت تعلم خرجي وخليها هذيك الساعه تعلم الراس وما لا جلستي حداها تعميها، ديري 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 انا من فيا وحسن خليها تضيع، مره تضيع مره تصح. عمرها ضيعت قسما بالله اخوتي المشاهدين، يا عمرها ضيعت ولا خسرت شي حاجه. اذا تنطلق لها مع الراس تتخبز الراس تتصوب الراس، وانا ما تندخلش عندها وما تنقولها كي ديري ولا كي تفعلي، تنخليها مصور. هادشي مسكينة عندنا راسها قالنا عمر عربي ما كاينش، مشى يصوب المثور وراه مازال ما جاش، وراه قلت له صورنا ولدي وراه حنا سعطانا، قال لك راه مشي عند خالتها ديرها بغرير. دابا ولدي عشا ماشي بغرير. ديرها كسكرو تما معاهم. كدير مع خالتها كسكرو. الله ما يسر. امين. ايوا انتم معانا. الله يحفظكم لينا، والله ينصركم، والله يحفظكم، الله يجعل ربي يعطيكم ما كتمناو. وشكرا لكم، وتابعونا ان شاء الله. تنمشي وانا غادي دابا نلبس جلابتي ان شاء الله، لاله مريم معكم هي دهنها. وشكرا لكم اخوتي المشاهدين. المشاهدين انا دابا دهنتها ودرتها في الطبصيل، وكنهدي للمشاهدين العزاز الغاليين الكاملين، كنهدي لهم الطبصيل ديال البغرير، ونتمنوا يقبلوا عليا ونكون خفيفه على قلوبهم. وانتم معايا تنمشي عند خالتي. دابا خوتي المشاهدين كي تشوفوا حنا جينا عند الوالده ورحنا نديرو كسكروت ديالنا، ما بقاش كسكروت ولا عشاء لا لا ولا عشاء. وتنتمنى خوتي المشاهدين يقبلوا علينا ويبارطاجيو هذا الفيديو، ونتمنى يعجبكم ديال لاله مريم، وشجعوا زيدوا شجعوها ودخلوا عندها، دخلوا للقناه اللي ما دخلش حد يدخل عندها خوتي، وديروا ابوني وديروا جيم. الله يجعل ربي يفرحكم دنيا واخره، الله يجعل ربي يخليكم ليا. وشكرا لكم، وتابعونا خوتي. دابا حنا نديروا تحياتي المشاهدين ديالنا العزيز الغاليين، كي دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. كما شفتوا اليوم حنا جينا عند الوالده حنا، يخليها لينا بركه مسكينه. الوالده حنا ايوا هي يخليها لينا. شكرا. حنا ملي كنا صغار تنعيطوا لها الوالده امي. زين وتحيه لكم الحباب ديالنا، شكرا لكم، وقبل علينا ان شاء الله على هذه الكسكرات. جبنا هذه الشريفه الصحه من الوالده. مرحبا بنا عندك دارنا الحمد لله. وقبلوا علينا وقبلوا على الشرطه كاملين، قبلوا على مريم على الفيديو ديالها المعامله ديالها كيفاش كتخدم لكم هذا الشيء. دعموها مزيان وشجعوها ان شاء الله باش تزيد ان شاء الله تشجع. وهذا الشيء هو الامنيه ديالنا ان شاء الله، هو ان شاء الله يكون عندنا مازال ان شاء الله قريبا ان شاء الله غنبين لكم شي حوايج زوين ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله المشاهدين ديالنا، ويكون داك الشيء زوين ان شاء الله عز وجل. عطيت تحيه خالتي. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين لاباس؟ كامل مع الصحيحه، الله يجازيكم بخير. الى ما عاونوا الطوب جيم جيم، وراه جات عندي بنتي الله يرضي عليها، الله يفرجها في الرضا هي ونسيبي ويخليك لينا تنسى ووالديك ويكثر خيرهم. دعيو معاها بالشفاء، دعيو معاها بنيتها بالشفاء، الله يجازيكم بخير. دعيو مع مريم راها مريضه، دعيو معاها الله يجازيكم بخير، الله يكثر خيركم، الله يخفف عليكم،
ولا ما عاونوها بجيم جيم عاونوا الطوم لا عاونكم ربي يعاونكم. الله يخليك لينا مهمتي. الله يخليكم لينا. وانتم كما كتشوفوا اخوتي المشاهدين راني درت لهم كاسكروط وجينا عند الميمه العزيزه الغاليه ديا الضو ديال العائله كامله. نتمنى منكم تقبلوا عليا وخيركم في داركم وتنتوما تكونوا معنا في هذه الاجواء وتجلسوا معنا وندير لكم بغرير وندير لكم اي حاجه بغيتوها ان شاء الله. شكرا لكم.